شيخ، يوجد في بعض المساجد الأجهزة الترديد هذه، الصدى، هل هذه تجوز؟ هذا يسأل يقول عن الصدى في المساجد، أرى أنها لا تجوز، فإن كانت تستوجب ترديد الحرف فعدم الجواز فيها أمر قطعي عندي، لأن ترديد الحرف يعني زيادة في كلام الله عز وجل، وقد كره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء قراءة الكسائي لشدة الإطعام فيها أو لطول المد فيها، لأن هذا يقتضي أن يكون هناك زيادة على كلام الله عز وجل. لكن إذا كانت لا تغير يعني لا توجب ترديد الحرف فأرى أيضا المنع فيها، لكني لا أجزم به جزما بينا، وذلك لأنه ليس المقصود من القرآن الكريم أن يكون كنغمات الأغاني والطبول، المقصود أن يقرأه الإنسان بخشوع، وربما يكون قراءته بدون مكبر الصوت أدعى للخشوع كما هو المشاهد غالبا. وأما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتزيين الأصوات في القرآن فالمراد الأصوات التي خلق الله الإنسان عليها، لا أن يأتي بآلة، لكن إذا اضطر للآلة فإننا لا نحرمها، بل نقول هي من فضل الله، لو كان المسجد واسع يحتاج إلى الصوت يحتاج صوت فيه إلى تكبير فلا بأس، كما هو معروف الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيره من المساجد المسلمين. أما هذا الصوت الذي يسمى الصدى فهو إن كان يلزم منه ترديد الحرف فهو حرام ولا إشكال فيه لما فيه من الزيادة على القرآن، وإن كان لا يتضمن ذلك فأنا أيضا أرى منعه.